احناالقدس.com في أخبار العالم اليوم. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحدد برنامجا زمنيا لدفع عملية السلام ويدعو إسرائيل إلى ضبط النشاط الاستيطاني. البلغارية إيرينا بوكوفا تفوز بمنصب مدير اليونسكو بعد ضغط من المنظمات اليهودية لاستبعاد منافسها المصري فاروق حسني. السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في الميزانية يقدر ب 400 مليون دولار وتلجأ إلى البنوك الخاصة للاقتراض. المفكر الفرنسي المسلم روجيه غارودي: الإسلام حي فلا تحنطوه. إيقاف بث فضائية القاهرة والناس المصرية والاتهامات ما زالت تطاردها. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.